كما كان متوقعا أمطار الخير تهاطلت على بلادنا، تساقطات مطرية روت الأرض وملأت السدود وأغنت الفرشة المائية بمختلف مناطق المملكة. على المقاييس إلى حدود الساعة 6 من مساء هذا اليوم كانت 111 مليمترا وسجلت بإقليم شفشاون. بطنجة سجل 105 مليمترات، بالعرائش 91 مليمتر، 65 مليمتر بأصيلة والمضيق، 50 مليمتر بتطوان، 48 بمارتيل، القنيطرة المحمدية، الفنيدق 38، أكادير دوتنان 35، إفران 33 مليمترا، سيدي يحيى الغرب 29 مليمتر. بمدينة سلا سجل من الأمطار 28 مليمترا، بوزان 27، بالدار البيضاء 26، 25 سجلت بالصخيرات، ببن سليمان والرباط 24، سوق الأربع الغرب 23 مليمتر، 21 بتطمليل وتازة، 21 أيضا بأكنول، 19 مليمتر بكل من الجديدة، فاس المدينة، سيدي سليمان وتارودانت سجلت بها 18 مليمتر، 16 مليمتر بأزمور والنواصر، 15 بمكناس، 14 برشيد، بمريرة بن حمد والزمامرة سجل من الأمطار 13 مليمترا، 12 مليمتر بشتوك أيتباها، 11 مليمتر بأسفي، 10 بفسايس، 10 أيضا بإموزار، أكادير الدوتنان، بسيدي إفني، بني ملال، أسفي وسطات 9 مليمترات، 8 مليمترات أيضا بتيزين إسلي، بالصويرة، خريبقة، خنيفرة، ترودانت 7 مليمترات، و 6 مليمترات سجلت أيضا ببويقرا، مسا، سيدي بن نور والخصاص، بأي تعميرة مولي بوسلهام تيزين تاست 5 مليمترات، وسجلت 4 مليمترات بكل من قصبة تادلا، تنال، تيغوغا وتفراوت. المنطقة الشمالية للمملكة عرفت أمطارا قياسية كما تابعنا في المقاييس هذه الفترة الأخيرة، يعني بمدينة شفشاون، وبفضل هذه التساقطات وصلت نسبة ملء سد شفشاون إلى 100%. وفي إطار تدبير حقينة هذا السد وتهيئة لاستقبال الأمطار الكثيفة المتوقعة، جملة من الأجراءات اتخذت لحمايته من التوحل، وإجراءات أخرى للتدخل في حالة حدوث أي انجرافات أو انقطاعات للطرق بسبب كثافة الأمطار. الروبورتاج لفنان شاكر العلوي وعبد العلي قنوني. إقليم شفشاون وتساقطات مطرية غزيرة بحسب نشرة إنذارية لمديرية الأرصاد الجوية تصنف من مستوى يقظة أحمر، مما يواكبها تدابير احترازية مهمة، من ضمنها القيام بتفريغات على مستوى سد شفشاون الذي عرف نسبة ملء 100%، وهو ما يستدعي القيام بهذا الإجراء لمنح السد متسع لاستقبال التساقطات المطرية المتوقعة خلال يومي السبت والأحد. حاليا وبفضل تساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها المنطقة شهر فبراير المنصرم وبداية شهر مارس، سجلت حقينة سد شفشاون نسبة ملء فقط 100%. تجدر الإشارة إلى أنه في إطار تدبير حقينة السد وترقبا للتساقطات المطرية وللواردات المائية المهمة المرتقبة، تم القيام بإفراغات على مستوى مفرغ القعر للسد. لسد شفشاون أهمية كبرى في تأمين الماء الصالح للشرب بالنسبة للإقليم، وكذا سقي محيطات فلاحية كبرى من مدار السقوي دار قبع، وبالتالي الأمطار الأخيرة ساهمت في ملء حقينة السد التي تصل إلى 12.1 مليون متر مكعب، ليكون له أثر إيجابي على القطاع الفلاحي لفترة مهمة. هذا السد الذي تم استغلاله سنة 2015، في بداية سنة 2015، يمكن من تخزين حجم مائي مهم يصل إلى 12.1 مليون متر مكعب. رئيس التساقطات المطرية والرياح القوية التي عرفها إقليم شفشاون منذ يوم أمس والتي ستستمر خلال هذا اليوم إلى يوم الغد، عبرت المديرية الإقليمية للتجهيز فرق التدخل على جميع المحاور الطرقية التي تعرف بعض الانقطاعات بفعل تساقط الأشجار وبعض الأحجار وكذا غمر الطرق بالأوحال. لحد هذه الساعة قامت المديرية بالتدخل في هذه المحاور من أجل حفاظ على استمرارية حركة السير. تساقطات مطرية كثيفة ومتواصلة، تعمل لجنة اليقظة بعمالة شفشاون على مواكبتها برفع درجة اليقظة والاستعداد إلى أعلى مستوياتها والتنسيق بين مختلف المتدخلين بجميع القطاعات المعنية للتواجد الميداني المستمر بالقرب من الساكنة والقيام بالإجراءات الضرورية لمنع انقطاع المسالك بالمناطق الجبلية كما الشريط الساحلي. مدينة شفشاون تتعرف بتضاريس الصعبة، فيها جبال ومنعرجات،
مما يجعل أغلب مسالك الإقلام تتعرض لانجراف التربة، مما يستدعي تداخل آليات مجموعات الجماعات في أي وقت. إن مجموعات الجماعات كتوفر على أسطر من آليات في كل دائرة راه إشارات الساكنة. كثافة التساقطات المطرية على مستوى إقليم شفشاون تفعل بشأنها لجان مختلطة بتتبع مستمر على مستوى عمالة شفشاون للسهر على تحسيس وتوعية الساكنة بضرورة توخي الحيطة والحذر خلال تنقلاتهم والابتعاد عن مجاري الوديان وكل الأماكن التي قد تشكل خطرا عليهم، ووضع مختلف الوسائل البشرية واللوجستية الكافية للتدخل في مختلف ما يمكن أن يترتب عن سوء الأحوال الجوية. مدينة البوغاز بدورها كانت على موعد مع تساقطات مطرية هامة خلال 24 ساعة الأخيرة. أمطار الخير التي تهاطلت بكثافة على طنجة يعول عليها كثيرا لإنعاش حقينة السدود والفرشة المائية واستدراك الموسم الفلاحي الذي تأثر في السنوات الأخيرة بنذرة التساقطات. أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام في هذا الخبر العاجل الذي وردنا الآن. نشرة إنذارية، أمطار جد عاصفية إلى المستوى الأحمر ستضرب عددا من مناطق المملكة. لكن قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد وأخبار المغرب. وفي التفاصيل، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه يرتقب أن تشهد عدد من مناطق المملكة تساقطات مطرية جد قوية ومحليا رعدية قد تصل مقاييسها إلى 120 ملم، وهبات رياح قوية مع تطير محلي الغبار ستتراوح سرعتها ما بين 75 و 100 كم في الساعة اليوم السبت وغدا الأحد. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى قضاء أحمر أن تساقطات مطرية قوية جدا محليا رعدية تتراوح مقاييسها ما بين 8 و 120 ملم، وارتقى بكل من عمالة وأقاليم شفشاون وتطوان والعرائش والحسين وطنجة أصيلة، وذلك ابتداء من الساعة 11:30 اليوم السبت وإلى غاية منتصف ليلة الأحد الاثنين، مشيرة إلى أن مقاييس الأمطار قد تتجاوز 120 ملم في بعض مناطق الريف. وفي نشرة إنذارية من مستوى قضاء برتقالي، توقعت المديرية أن تسجل بعملات وأقاليم وزن والفحص الجرى والمضيق الفندق والقنيطر وتونات وتازع تساقطات مطرية تتراوح مقاييسها ما بين 64 ملم، وذلك ابتداء من الساعة 11:30 من اليوم السبت إلى غاية منتصف ليلة الأحد الاثنين، كما يرتقب وفق النشرة ذاتها تسجيل تساقطات مطرية تتراوح مقاييسها ما بين 53 ملم ليكون من خمسة سيدي قاسم وسيدي سليمان والرباط والسلا والصغيرة تمارة وبن سليمان والمحمد يوم ديونة والدار البيضاء والنواصل وبرشيد والجديدة وسيدي بن نور وأسفي وخنفر وإفران، وذلك من منتصف النهار إلى الساعة 9 من اليوم السبت. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى قضاء برتقالي إلى أنه من المرتقب كذلك تسجيل هبات رياح قوية مع تطير محلي للغبار، حيث تتراوح سرعته ما بين 75 و 100 كم في الساعة من الساعة 11:30 من اليوم السبت إلى غاية الساعة 11 يوم غد الأحد، ليكون من عملات أقاليم بولمان وصبر وإفران والحسين وشفشون والتريوش والتزا وكرسيف والفحص أنجلة والعرائش وطنجة السيرة وتطوان ووزن والمضيق الفندق والناظر وتونيت وجد انكيد وبركان وجرد وفيقيق وتونيت وملاعقب وفاس ونكريس والحج والرباط والخميسات والقنيطر وسيدي قاسم والصغيرة تمارة والسلا وسيدي سليمان والفقي بن صالح وخنفر وابن ملار وخريبكا وازيلان وسيدي بن نور والمحمدية والنواصر والجديدة والدار البيضاء ومديونة وبرشيد وسليمان والسطات ومرنكش والصورة وشيشاوة والحوز والحمنة وقلعة السرعنة واليوسفية وآسرية وتنغير والرشيدية وزكورة وورزازات وميدلت وطاطا